أي مآل لمسار ما عرف بملف العشرية؟ سؤال يطرحه كثير من الموريتانيين بعد توجيه تهم من بينها الإثراء غير المشروع واختلاس أموال عمومية للرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز وعدد من أركان نظامه من بينهم وزيرين أولين في فترة حكمه. تهم وضعت النيابة العامة على إثرها الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية المشددة، فيما يقول دفاعه إن التهم الموجهة إليه باطلة بحكم المادة 93 من الدستور الموريتاني، ويضيف أنصاره أن ما يجري معه مجرد استهداف سياسي له. أزمة المرجعية هي التي فتحت هذا التحقيق، ومن الواضح أنها تصفية حسابات سياسية لا يحترم فيها الدستور، بل يتم تجاوزه من أجل الوصول إلى الرئيس السابق ومحاكمته وربما حتى سجنه، وهذا أخطر في حد ذاته من انعكاسات الفساد نفسه. وخلافا لتأويل دفاع العبد العزيز للمادة 93 من الدستور، يؤكد دفاع الطرف المدني أن لا عقبة دستورية أمام محاكمة الرئيس السابق ولا حصانة تمنعه من المساءلة عن تهم جرائم الحق العام أثناء فترة توليه رئاسة البلاد. وترى قوى سياسية أن مساءلة المتهمين في ملف فساد أمام النيابة العامة إجراء لترشيد موارد بلد هو في أمس الحاجة إليها. أريد أن أقول أنه ينبغي أن ندافع عن هذا التوجه وأن نتبناه، بل نعتبره إنجازا مهما جدا وسابقا في بلدنا، ولأنه كذلك يكرس لحكامة سياسية رشيدة. وكانت لجنة تحقيق برلمانية انتخبتها الجمعية الوطنية بالإجماع بداية العام 2020 قد عدت تقريرا حول عدد من ملفات الفساد يشتبه في ضلوع الرئيس السابق فيها قبل أن تحيل تقريرها إلى القضاء. ينتظر الشارع الموريتاني مآل ما عرف بملف العشرية وما ستسفر عنه المحاكمة المرتقبة للمتهمين التي لم يتم تحديد تاريخها بعد. محمد ناجي، قناة الغد، نواكشوط.